لسه مكملين معاكم فقرات نهارك سعيد، وزي ما قلنا في البدايه معانا فقره خاصه جدا عن البورصه المصريه والازمه اللي بتتعرض لها البورصه المصريه. في اعتصامات ووقفات احتجاجيه، في مؤشرات بتصعد وبتهبط، في حاجات كتير جدا ما نعرفش حاجه عنها. يمكن النهارده هنعرف عنها كلام بالتفصيل من ضيفنا استاذ حسام ابو شمله، خبير الاوراق الماليه والتداول. صباح الخير. صباح الخير. نهارك سعيد. نهارك سعيد. الازمه اللي بتتعرض لها البورصه المصريه حكايتها ايه؟ نقدر نقول الاول يعني ايه بورصه؟ بورصة باختصار ده سوق زي اي سوق جوه بضاعة. البضاعة دي عبارة عن ايه؟ بدل ما احنا بنروح نشتري مثلا سوق سيارات بتلاقي فيه سيارات، سوق خضار بتلاقي فيه خضار. سوق ده جوه اسهم، الاسهم دي كل سهم بيعبر عن حصة في شركة. طبعا بما ان كل حاجة بتعبر عن حصة في شركة، فالبورصة دي عبارة عن مجموعة قطاعات بتعبر عن الاقتصاد. فالبورصة في النهاية مراية، المراية دي بتعكس لي ايه اللي بيحصل جوه الاقتصاد، والاقتصاد بيتأثر بالسياسة. فهي كلها عبارة عن ترس واحد أو مجموعة تروس مترابطة، فهي دي اللي نقدر نقول عليها سبب الأحداث المتتالية أو سبب أن البورصة بتعكس كل حاجة بتحصل عندنا. باختصار البورصة كائن يتأثر بأقل شيء. يعني لو هنضرب مثل بسيط، لو واحد أو لو بورصة جالها دور برد في أمريكا، هنا في مصر تتعدي منها. ده باختصار يعني ايه بورصة وايه اسباب ان احنا بنبقى بنتأثر سلبا وايجابا بالاحداث المحيطة حوالينا. ايه اللي حصل الفترة اللي فاتت؟ الفترة اللي فاتت مش بس من بعد الثورة احنا بننزل، احنا بقالنا حوالي 3 سنين او سنتين تقريبا من بعد 2000 والنص الثاني من 2008 واحنا في حالة تدهور مستمرة. التدهور ده جاي او ناتج من ايه؟ اتعرض العالم كله لكرايسيس قوية جدا. طبعا كانت أو لأزمة مالية. الأزمة المالية اختلفت انعكاساتها على مختلف الدول. الدول اللي نفسها قامت فيها الأزمة قدرت تقوم، أو بورصاتها قدرت تتماسك وتقوم رغم أن لازالت الأزمة مستمرة. زي أمريكا قدرت أنها تعوض بعض من خسائرها أو جزء كبير من خسائرها وترجع تاني تطلع. حتى لما بنقول أن البورصات العالمية بتنزل، فهي رغم نزولها إلا أنها قامت من وقعتها ووقفت على رجليها وبتنزل تاني مع تعرضها للأزمات الأخرى. لكن المشكلة اللي عندنا إن إحنا عندنا أزمات داخلية وأزمات خارجية. الأزمة الخارجية كانت بتتمثل في الأزمة المالية اللي كل الناس تأثروا بيها. يعني حتى لما نيجي نشوف أو نسأل أي حد في شركة شغال في قطاع معين، هيقولك سنة 2008 كانت سنتين في بعض. سنة كانت في منتهى الجمال، والنص أو النص الأولاني كان في منتهى الجمال، والنص الثاني كان من أسوأ ما يمكن. بدأنا في مرحلة الانحدار، وبدأت معاها مجموعة قوانين وقرارات غريبة تطلع وقتها، أدت إلى إن إحنا بدل ما نتأثر سي مثلا بدل ما ننزل 1% لا ننزل 10%. طلع وقتها قرارات تعديلات ضريبية في النص الثاني من 2008، مؤشر التضخم ارتفع جدا بصورة عنيفة جدا، مجموعة من الأحداث اللي كانت تخص صحة الرئيس الأسبق والأحداث التالية ليها، نقص في السيولة، مجموعة من القرارات الغير إيجابية من وقف أسهم إلى نوع نقدر نقول نوع من شح السيولة اللي بدأ يظهر في السوق. كل ده كله أدى إلى إن احنا متأثرين أصلا سنة. جات الثورة فحصل تدهور حتى يناير، بقى ثورة يناير. حتى بعد ثورة يناير. يناير بعد ثورة يناير نيجي بقى للمرحلة الثانية. وما قبل ثورة يناير كان في أحداث برضو نسيت أذكرها هنتكلم عليها، اللي هي قرارات أو مشاكل تشريعية لازلنا بندور في فلكها، وهي إن احنا ما عندناش قوانين تنظم الاستثمار في مصر. قانون الاستثمار لا يحمي المستثمر. النهاردة قانون زي اللي بينظم قطاع الإسكان، قانون كل ما واحد يقدر يلاقي ثغرة فيه يطلع يرفع قضية ياخد بيها يقول لا ده حق البلد أهدر، المشكلة تحصل مفيش مستثمر هيجيلك. طب والحل؟ هنيجي هنلاقي نفسنا وصلنا لمرحلة ان مين المستثمر اللي هيحط رجله في بلد النهاردة البلد دي ممكن واحد يطلع عليه بقضية يقول ان هو اخد الارض بقى من حقها رغم انه ممكن يكون انفق فيها. انا ما بعلقش على احكام القضاء، ماليش دعوة باحكام القضاء. احنا بنتكلم عن كيس، الكيس دي اللي هي كيس كانت بتاعت مدينتي وجرت وراها حاجات كتيرة، مدينتي وشركة بالم هيلز وشركة سوديك وشركات كتيرة. مين المستثمر اللي هيخش يحط رجله في مصر هنا دون قانون ينظم العلاقة ما بين الحكومة وما بين المستثمر وما بين الشعب نفسه اللي ممكن يقول لا
ده اخد الارض بوضع غير عادل او عادل. هنعرض نفسنا لمرحله بعد كده اللي هي مراحل التحكيم الدوليه، ودي حاجه يعني اتمنى ان احنا لا نلجا اليها. جينا بعد الثوره برضو الرده اللي حصلت بان تم توريط القضاء في قضايا اقتصاديه نظرت امام قضاه مدنيين وجنائيين. احنا يعني انا شايف ان ده توريط للقضاء، هو القاضي بيتعرض قدامه هنا حصل شيء مخالف للقانون خلاص يبقى نرجع لاصله ونلغي البيع ونعمل. القاضي بيقول من وجهه نظره، طيب ما سيترتب على ذلك؟ انا ممكن النهارده ارفع قضيه واقول انا هرجع حق البلد علشان حق البلد راح في جنيه. كلنا مرينا بفتره الفساد ما عندناش مشكله خالص، مش ذنب المستثمر اللي جه حتى لو كان مستثمر ودفع رشوه ان هو جه استثمر في بلد فيها فساد، مش مشكلته، هو مشكلته ان هو جه دفع فلوس. لما تيجي النهارده تقول له لا ده انا هاخد منك الشركه وهنلغي البيع وهنلغي وهنلغي وهنلغي، اذا انت بتعملي حاجه اشبه بالتاميم بس في شكل جديد. صح، ده فحصل طبعا تخوف من ناحيه المستثمرين، ده تخوف غير عادي. فاللي بنقوله ان اللي حصل دلوقتي الوصف اللي عندنا حاله من الخوف، مفيش قوانين احنا شايفينها بتحمي المستثمر، مفيش وضع بيحمي المستثمر. طب وحق البلد؟ برضه مفيش حاجه تحمي حق البلد. انا باخد النهارده وبرجع حق البلد في جنيه، لكن في المقابل الاستثمارات والضرر اللي بيجيلي ممكن يكون ب 10 جنيه. حصل وقفات واعتصامات مطالبه بتعديل القوانين الخاصه بسوق المال، ايه المطلوب في القوانين دي؟ هقول لحضرتك، هي عباره عن عماره احنا بنبنيها البورصه. ما ينفعش اجي اقول لا والله ده انا عايز اعدل قرارات الشراء الهامشي، عايز اعدل التي بلس زيرو ارجعه تاني اللي هو التداول في ذات الجلسه، عايز اسرع مده التسويه. ما ينفعش اقول انا عايز اعمل قوانين تنظم سوق المال الداخلي واساس الاقتصاد من تحت، انا عندي مشاكل فيه. المشكله عندي من تحت دلوقتي قطاعات، قطاع الاسكان اتضرب قبل الثوره، قطاع الحديد مع الرخص اللي اتسحبت بعد الثوره، الشركات اللي هيتلغي بيعها بعد الثوره. الحاجات دي كلها ما ينفعش اقول لا والله ده انا بدهن البيت من بره والاساس من جوه بيتكسر. فانا شايف من وجهه نظري ان كل الوقفات دي يعني يفضل ان مطالباتها ما تكونش بالدرجه الاولى سوق المال، على قد ما يكون مطالباتها ان احنا بنطلب التعجيل بقرارات تنظم الاستثمار في مصر، قرارات تعجل عدم توريط القضاء، قرارات تفعل المحكمة الاقتصادية اكتر. انا شايف ان كل القرارات دي لو ظهرت هتقف، انا شايف ان القرارات دي لو ظهرت والقوانين دي لو ظهرت والاوضاع دي لو اتنظمت لوحده سوق المال هيتنظم. حاجة زي ما بتكوني بتعدلي تروس، انت عدلتي الترس الاول والترس الثاني، طبيعي ان الترس الثالث هيدور معاها، ممكن يكون محتاج شوية تعديل او محتاج تعديلات كتيرة، ولكن هيبقى افضل من ان انت تعدلي الترس الثالث بدون ما تعدلي الترس الاول والثاني. طب ايه المطلوب من الدوله وايه المطلوب من العاملين في البورصه المصريه الفتره الجايه من وجهه نظر؟ انا شايف المطلوب من الدوله واحد، انا النهارده بقدر اطلع قرارات ليها صفه القانون او قوانين. انا شايف النهارده لو عملنا لجنه خاصه بكل قطاع في مشاكل، بمعنى ما وردش القضاء عندي مشاكل في قطاع الاسكان، انا اجيب لجنه متكونه ولجنه يكون ليها مده محدده، انتم يا لجنه ومصر ما عقومتش، يعني مصر الحمد لله ولادة فيها بدل الخبير 1000، هجيب واحد شريف من قطاع الإسكان من وزارة الإسكان ده يمثل وزارة الإسكان، واحد من كلية الهندسة، واحد من الشركات أو بلاش واحد 10 من الشركات اللي ليها مساهمات في قطاع الإسكان في مصر، من الشركات الخاصة اللي ليها مشاكل، هجيب ناس من كلية الحقوق. لجنة كاملة، انتوا يا لجنة اجتمعتوا وطلعتوا لنا بمشروع قانون، بلاش هنقول قانون، مجلس الشعب خلاص احنا يعني انا كنت بقول ده يتعمل كقانون ويفرض من 6 شهور، بس بما ان خلاص الوقت عدى وبما ان احنا قربنا على مجلس الشعب الجديد اطلعوا لنا بس بمشروع قانون يقول والله قطاع الاسكان ده مشروع القانون بتاعه، وانس ده ما يطلع هدي نوع من الهدوء شويه، وانس ما يقر من مجلس الشعب المنتخب الجديد خلاص انا حليت المشكله، بشرط الا يتم الرجوع على هذا القانون نهائيا، بمعنى ان ان شاء الله لو القانون ده فيه 500 ثغره ما يرجعليش واحد بيقرا بيفهم قانون شويه يطلع لي ويرفع لي قضيه عليه يقول لا ده اصل القانون ده مش عارف فيه ايه. لا خلاص، عشان يبقى فيه ثقه، خلاص القانون ده اتحط واتحط من جميع ممثلي الشعب، ناس من الوزاره
وناس من الحكومة وناس من كلية الحقوق قانونيين وناس من الشركات اللي ليها مشاكل، ومجلس الشعب اللي هو مفروض يفترض بيه انه هيمثل الشعب هيقره. خلاص خلصنا كده. ده بالنسبة للجزئية دي. بالنسبة للجزئيات التانية الخاصة بالشركات اللي لا ده احنا عايزين نرجعها ونبيعها، لا تتعمل لجان بنفس السيستم. يا جماعة حتى النهاردة حاجة زي رخص الحديد، لو جيت النهاردة قلت لواحد واخد رخصة حديد مشروعه بستة مليار جنيه، لو جيت قلت له أنا هحل لك المشكلة بدل ما تتسحب منك الرخصة نهائيا وانت دافع نص استثماراتك وصلت مثلا 4 مليار، لأن الراجل ده لما دفع فلوس ما دفعش فلوس كلها من جيبه، ده أخد قروض من بنوك، البنوك دي بنوك مصرية، المودعين فيها مصريين وأموال مصريين. لو أنا النهاردة جيت بعد ما بدأ في الرخصة وبدأ في الشغل ودفع له 2-3 مليار جنيه وعملت ستوب للمشروع ده، مين اللي خسر عندي هنا؟ كل الدنيا خسرت. على إيه؟ على إن هو بيطالبه لا ادفع 100 مليون ولا ادفع 200 مليون، يبقى أنا عشان خاطر 200 مليون جنيه أهدرت 4 مليار جنيه دفعه. بالظبط. اي يعني عقلانيه بتقول ان انا اعمل كده؟ طب يعني المطلوب هنا قوانين تحمي المستثمرين بالزبط. البورصه مش وما يكونش فيها اي تعديلات او اي شيء يطرق عليها جديد بعد فتره حتى بوجود ثغرات فيه. بس النقطه طيب. انا ما بتكلمش ده، دي مش قرارات بورصه، دي قرارات استثمار، لان البورصه مرايه للاستثمار. تمام. طب انا كمستثمر ممكن اتخوف ان انا ادخل البورصه المصريه طول ما في الوضع الامني والوضع السياسي في البلد غير مستقر، ايه الطرق الاخرى اللي ممكن البورصه المصريه تجذب بيها المستثمرين؟ بدون وضع قوانين منظمه اي جهد هيبذل لجذب مستثمر هيجي هيبص يلاقي الاوضاع كده هيرجع بفلوسه تاني، يبقى انا اهدرت فلوس التسويق اللي انا بعملها دي. انا من وجهه نظري اوجه كل جهدي وكل شغلي دلوقتي ان انا اعمل استابيليتي في القوانين والتشريعات. أبعد القضاء وتوريطه عن المشاكل الاقتصادية، عندي محكمة اقتصادية أعجل بيها إن هي تنظر هذه المشاكل وتكون اللجان دي وتكونها الخبرة وتصدر قرارات في المشاكل اللي فاتت. طب واللي جاي مشروع قوانين أو مشاريع قوانين، بحيث إنه والله لو هطلع حد من عندي يروح يسوق للبورصة هيروح للبورصة يقول لهم إيه، أو يروح للمستثمر يقول له إيه، يقول له والله عندي مشاريع قوانين هتعمل استقرار. حطني في بالك، انا راجل بظبط اموري، عندي ثوره قامت فبعمل الفساد بقضي عليه وبعمل قوانين جديده هتساعدك كمستثمر ما تجيش تدفع رشوه، ما تجيش تدفع اكراميات، ما تجيش تلاقي مشاركات من افراد انت ما انتش ليك رغبه فيهم، انت هتيجي تلاقي الامور كلير وواضحه قدامك وقوانين تضمن حقك الى الابد. ماذا والا هنلاقي نفسنا بنتحط في مشاكل التحكيم الدولي ونحن في غنى عن ان دلوقتي مستثمر يطلع يرفع قضيه، لان هو لما جه تعاقد حتى لو دفع رشوه وحتى لو عمل اي حاجه هو جه تعاقد مع مين؟ ما تعاقدش مع حكومه اسمها حكومه فلان، لا تعاقد مع دوله اسمها جمهوريه مصر العربيه. يبقى يوم ما هيلجا للتحكيم الدولي مش هيلجا ضد اصل فلان هنقول له لا اصل روح لفلان السجن هو موجود في السجن، لا ده هو هيجي على الحكومة أو على الدولة اللي اسمها جمهورية مصر العربية.